السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ نبت عليكم بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله، وبأحوال جيده وطيبه ان شاء الله، وبالصحه والسلامه. كي دايرين صحاب منطقه واحد؟ تبارك الله، كلشي خارج، كلشي كيتبحر، كلشي هذا يوردوا بالكم، راه هادشي باقي ما سالاش، وان شاء الله الله يبعد عنا هادشي يعني نهائيا ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي على هاد الغيبه الطويله هادي، ولكن المهم كان راكم عارفين ديجا قلتها لكم في اللايف، الزكزامه وهادي وهادي وهذا. يلا سالينا، خدينا واحد السيمانه ديال الراحه الحمد لله. ايوا حنا رجعنا لكم شويه بشويه، عاوتاني دابا خصني ثاني نولف. سبحان الله، هاد اليوتيوب كتغبري عليه، صافي بحال كتعاودي من جديد. المهم بلا ما نطول عليكم، اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم اللبسات ديال الشيء اللي خديت مؤخرا، حيت كانوا شي بنات كيتسناو مساكن وسولوني حتى في الكومونتير، ماشي في الكومونتير، في الانستغرام. واحد الاخت قالت لي كيفاش درتي حتى كديري كولابوراسيون مع الشيئين. انا شنو بغيت نوضح لكم، انا ما كنديرش كولابوراسيون، انا هاد الحوايج هادو يعني خديتهم فلوسي، ماشي زعما غراتويتمون ولا شي حاجه. لحد الساعه ملي غتكون كولابوراسيون بيان سور غنقول لكم كولابوراسيون. سينو ان شاء الله ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي، مره كنحط فيه دي فيديو بحال هكا قصر ديال البيسات، ملي يعني حتى الانستغرام تكون شويه سهل على اليوتيوب، دونك كنحاول مره نحط فيه دي فيديو قصيرات يعني المهم على 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 كلشي. المهم ما نطولش عليكم، خليكم على فيديو. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي هاد لاغوب، هاد اللبسه اللي غادي تشوفوني جايه بها زعما جايه بها العروسه جايه. المهم هاد لاغوب ديال البنات كنت صراحه حقراه في الاول، كنت كنشوفها في الفوتو سورتو، كانت كاتبه لي في الفوتو في الشين في لابليكاسيون قصيره، وانا حيت طويله فيها متر و70 كنت خايفه انها تجيني قصيره بزاف، ويا اصلا صراحه دابا راه قصيره، ولكن زعما تلبسي معها السروال، انا فيها متر و70 يعني شي وحده قصيره غتجيها النيشان، مي كنفضل انها تجي شويه هكا طالعه كيف ما جاتني انا، باش حتى تلبسي معها السروال كتعطي ستيل زوين. جو بونس الا جات طايحه كلها ما عرفتش تبان زوينه ولا لا. المهم تتقولي نتوما كيف جاتكم، كتجي على هذا الشكل هذا، فيها هنايا هاد السميطه هادي، المهم كتحل ما فيهاش الضفات يعني كتشد غير بهذيك السمطه وصافي. هادشي اللي كاين هنا، خديت مع الساك ابيض اللي خديت نيت من شيئين، وحتى دوك الصبيبطات اللي لابسه حتى هما من شيئين، نو صبيبطات جو بونس من الي اكسبريس، من الي اكسبريس ماشي شيئين. وثاني حاجه غادي نشاركها مع البنات هي هاد لاغوب هادي اللي حتى هي كتجي مبارده، وفيها المهم فيها هنايا هاد البوردو هذا، فيها البلوسيير فالبي، هاد كتجي شويه مطلوقه يعني ماشي ما كتجيش مسندريه بحال دابا هادي كتبان لكم مسندريه، سيرتو اصلا هادي عدا الصمطه، دونك انتي كتزيرها على حساب اللي بغيتي. غادي نلبسها لكم حتى هي باش تشوفوها. الثوب ديالها كيجي بارد مبرد، و زعما ديال الصيف ماشي، وخفيفه سيرتو الواحد ما كتبينش بعد اولا، وخفيفه سيرتو الواحد اللي ما باغيش يلبس شي حاجه سخونه ولا هذا، دونك غيلوح غير هادي مع الديباردور من تحت وشي اللي لاقين في الكحل سالينا. وبالتالتة غادي تكون هادي، حتى هي كتجي المهم طويله، ماشي طويله ثاني حتى لتحت ضروري حتى هي من السروال، المهم الا كنتي قصيره كما قلت لكم راه غادي تجيكم هي هذيك، انا فيها متر و70 ضروري من السروال. ولا شي لاجينز في البيض اللي عندكم. كتجي حتى هي التوب ديالها بحال هادي دابا اللي فوت لكم على هذا الشكل هذا، سامبل فيها غير واحد البنده هنايا، هادو المهم صيفيين، واحد الا كان غادي للبحر ولا هذا خارج غير خريجه عاديه تلبسيها خفيفه ظريفه مع زيفك وصافي. حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوف في الفيديو، تقدري تلبسي معها الفولا في البيض، ماشي ضروري يكون بيضة البنات حيت فيها البيض، دابا اصلا مابقاش ديك الموضه ديال انك تلبسي نفس لا كولور اللي كاينه في الحوايج، تلبسي معها نيود، المهم الالوان اللي كتجي معها كلشي نورمالمون. و لا روب الرابعه هي هادي، هادي تاهي زوينه كتجي تاهي طويله و تاهي المهم نفس الطول ديال هادو النيت، فيها هنايا البلوسيال، فيها المهم فيها الصفار، فيها البيج، كان الوان مخلطين فيها الاورانج. تاهي التوب ديالها بارد، فيها هنايا واحد هاد الصطيفات هادو، المهم غتشوفهم في اللبسه كيفاش كيبانو عاد غيبان لكم. التوب ديالها مبرد كما قلت لكم، تاهي تلبسها غير مع هذا مع شي مع ليغين ولا شي سروال، المهم شي حاجه تكون لاصقه من تحت ضروري حيت هي اصلا طويله. وحاجه اخرى ما قلتهاش لكم البنات هي لي طاي، لي طاي انا كنلبس ام، خديت الام يعني جاوني هما هادو. بالنسبه لهاد لا شوميز تاهي في نفس الطول ديال هاد النيت، غنصبغ لكم داكشي كله اللي طويل بحال هكاك يعني في نفس الطول،
هذه باقي خصني نصلحهم حيت هذه باقي ما لبستهاش اصلا. كتجي حتى هي المهم هاد لا كولور دابا هي اللي خارجه في هاد الصيف هذا كما عرفتوا، كتجي حتى هي طويله، فيه هنايا واحد السميته ديالها، فيه هنايا هادو بالنقري مستضيفه ديالها بالفضي. تي صراحه كتجي زوينه الناس معها مع شي سيوف بياض لاقين. المهم هادشي كل اللي قلت لكم اصلا دابا تبسمع غير مع اللاقي لاقين في البيض، راه تقدر يكون غرض مع كل شيء. فيها هنايا هاد الجيوبه هادو دابا اطون، المهم غتبان لكم اللبوسه. تا هي التوب ديالها ديال لولان، لولان خفيف. المهم لولان راكم عارفين لولان في الصيف راهو بارد. وكاينه هاد لا شوميز هادي حتى هي اللي بارده. المهم فيها هنايا بحال ديال بكري دوك القدام ديال شحال هادي، نطلع لكم شويه الكاميرا بحال دوك ديال شحال هادي، دوك اللي كيكونوا دوك اللي كانوا انا كنت عاقله ماما وداك الشيء كان عندهم واحد القوميش بحال هاد الستيله. دابا رجع اصلا شي ديال بكري، رجع كلشي دابا لاموط. كتجي هنايا ملي دين فضفضه واسعه شويه، المهم بحال قريبه لكم و طويله، ومن التحت راه مفرفره. المهم غتشوفوها في اللبس، هادي تاهي باقي ما صلحتهاش دونك ما تردوش البال مصلوح. انا اختكم ماشي شي وحده اللي كتصلح وتعلق، حتى كنبغي نلبس عاد كنصلح ما نكذبش عليكم. دونك دابا قلت جات على غفله انني غندير فيديو، ما كنتش كاع هو، ولكن قلت علاش لا نحيدو عليا وصافي. المهم تشوفوا بالنسبه لي روب طوال كاين شحال وحده، ما غنوريكم دابا غير جوجات. خديت هذه في البيض، انا البيض كيحمقني صراحه، اول مره اصلا غناخذ شي روب طويله في البيض. هذه غتقولوا لي كتبين، اه كتبين ما نكذبوش على الله. هانتوما هي كتبين. المهم فيها هنا الفريفرات هادو، شي منقطه هكا هاد النقيطات كما كتشوفوا، في عندها يعني الكول، الكول ديال العلق ديالها طلعت لهنايا. ولكن خديت ليها اطون، خديت ليها هذا من زارا، يعني اللي بغات هذا دوماندي في زارا. واللين راه طويل حتى لتحت وديال القطن. ها هو تشوفوا نوريه لكم ديال القطن وبارد. انا هذا دابا غنلبسو تحت كاع لي غوب، خديت فيهم جوج، خديت فيهم جوج في البيض، باش البيض حيت فيهم ثلاثه الالوان، فيهم الكحل والبيض وهذا لاكولور هذا بحال هذا اللون ديال هاد لا شوميز، بحال هذا اللون هذا كاين فيه حتى هو. مي انا خديت البيض باش كيتلبس مع كلشي. غير حاجه واحده البنات، من هنايا غادي يبان لكم هنا زعما كتافكم. مي انا شنو درت، خديت واحد تيشورت بيض حتى هو ديال القطن باش ميجينيش الصاد، وقطعته هكا حيت هو كان حتى هنا، انا قطعته باش بعدا يستر لي غير تما، فهمتوا؟ ما تكونوا فهمتوني. سينو كيتباعوا كيتباعوا اللي كيتلبسوا كيكونوا هما قصار، كي تقدروا تلبسوه من التحت. المهم هذه غير فكره بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال لي غوب كيبينوا. كما كتشوفوا كيفاش كتبان هنايا، المهم كتجي واعره في اللبسه البنات، فنة 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 فنة. واصلا البياض كي ديما كيبقى شي حاجه زوينه في الالوان. في هاد النقيشات هادي من التحت كيما شفتو، النقوشه من التحت. المهم ولا غوب هادي صراحة، هاد لا غوب هادي ما عرفتش علاش خديتها، ماشي ما عرفتش علاش، عرفتي التصويرات ديالها واعره كيفاش كتبان في 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 لا فوتو في الشيئين فنه. ولكن هاد لي كولور هادو ديالها فاش وصلوني مغلوقين بزاف، ولا ما عرفتش كيفاش، مي في التصويرات ديالها كيبانوا الالوان خفاف. هنايا شتي كيفاش دايرين، المهم فيها اصلا الالوان اللي خارجين دابا لاموض، فيها هاد هاد الخضيدر هذا، فيها هاد الغوز، فيها هاد الالوان دابا كلهم خارجين، فيها شويه ديال الموف من التحت. المهم كتجي على هاد الشكل هذا، نلبسها لكم وقولوا لي كيفاش جاتكم. فرفره من التحت طويله وحتى هي مبرده الصراحه، واخا هكاك ما غاديش نضيعوا. نورمالمون تقدروا ترجعوا في شي اين، مي انا ما كنرجعش دونك غادي نخليها. نورمالمون تقدروا ترجعوا مي انا غادي نخليها، ما كنحملش نرجع صراحه نكذب عليكم. شي حاجه شي مره كتعجبنيش ولا كنلقى لها شي حل. كما شفتي راه بديت لا فيديو بالبسه وغنكملها بالبسه. المهم البنات كانت هذه لا فيديو ديالنا كما شفتوا. المهم البسه هذه صراحه زوينه، راني لابسه تحت منها داك اللي قلت لكم ديال زارا وتيشيرت، المهم كيبان هنا شويه من الصيف هذا. صراحه حمقوني كامل اللبسات، ما عرفت نتوما قولوا لي رايكم كيفاش جاكم. حاجه اخرى بغيت نقول البنات بالنسبه للسيكان، كامل لبست في لا فيديو كلهم من شيئين، وحده سنيدلات من غير هاد السبرديله هادي، هادي ما عرفتش كتبان لكم هادي،
غير هاد السبرديله هادي اللي المهم غتكونوا شفتوها في الفيديو، هي اللي ماشي من شيئين من كاس وحتى السميدات تاهما من شيئين. المهم راه معات واقيلا غتشوفوا الاضاءه نقصت حيت راه بديت الفيديو بالنهار، ماشي بالنهار زعما كان باقي الضو، دابا راه طلع من الحال اختكم يلاه سالات كالعاده. نتمنى لا فيديو تعجبكم وما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم زوينه تشجعوني بحال ديما. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وما تنساوش تدخلوا عند الانستغرام، غادي نحط لكم هنايا ولا نحط لكم صندوق الوصف، تابوناو عندي مره كنحط لي ستوري، المهم كنحط هكا يوميات ديالي ولا كنحط فيديو قص على الحوايج على الزيف اكسيتيرا. الا بغيتو نحط لكم فيديو على اللفه ديال الزيف قولوها ليا ما عرفتش كيجيكم. المهم كندير شي حاجه سهله ما كنبقاش نخربق. مره في الصيف الا قتلني زعما اللي كاين الصيف بحال دابا راه كنموت ديال الصيف، كندير داك التربان. المهم راكم عارفين تكونوا شفتوا في واحد الفوطو، سينو رضوا عليا كيجيكم البيسات وتهلاو فراسكم. السلام عليكم.